لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. حجرة مكان يحجر على الناس الدخول. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان أنهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان أنهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري
قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق، هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون ابن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، زرع يعني مكان، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. السؤال نوعان، سؤال عما لزم الإنسان تعلمه من علم وعمل وسلوك وترك ما يلزمه تركه من هذه أيضا، وهذا أمر الله به إذا كان الإنسان لا يعلم، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن نزلت في سؤال أهل الكتاب هل نزل ذكر على بشر ليعلموا أن الله قد أنزل، يعني هذا معلوم يقينا، لكن عموم الآية هي التي يعمل بها لا خصوص السبب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما النوع الثاني فهو تكلف المسائل التي لا يراد بها علم ولا عمل، التي هي لتشقيق الكلام وتفريع المسائل
خصوصا إذا كان ذلك مما يكرهه الإنسان، وإذا اطلع على شيء فيه كنحو من أبي وأين مدخلي ونحو ذلك، وهذا مفسدة محضة، أو شيء لم يحرم على المسلمين في فيسأل عنه زمن التشريع فيحرم عقوبة للأمة. والحمد لله لقد عافى الله أمة الإسلام من ذلك، ولكن لأنه التزم بما نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل، أو يسأل عن شيء لم يوجب أيضا في زمن التشريع فيوجب من أجل مسألتهم، والحمد لله عافى الله الأمة من ذلك. ولكن كثرة تفريع المسائل يغور أصول العلم، كثرة تفريع المسائل التي لا تكاد تقع كما ذكرنا المرة السابقة، فهذا يغور أصول العلم، حتى يعرض الناس عن الكتاب والسنة وفهمهما بما فرع المتأخرون من مسائل تضخمت بها كتب الفقه وتغورت كما ذكرنا ينابيع الحق والحكمة فيها، صارت غائرة يصعب الوصول إليها. وكذلك في مسائل العمل العلم، مسائل الاعتقاد، لما دخلت العلوم الأجنبية إلى المسلمين بتراجم من لغات اليونان وغيرهم، أعني العلوم الأجنبية الفلسفة والمنطق، ونشأ من ذلك علم الكلام الذي أجمع السلف على تركه طيلة قرون ثلاثة، وذموا من يشتغل به، وصار عند المتأخرين هو الاعتقاد وهو علم التوحيد، ولذلك قالوا من أسماء علم التوحيد علم الكلام، وهذا والله باطل. فإن شيئا ما أنزله الله عز وجل في كتابه لا استنباطا ولا نتائج، لا طريقة في الاستنباط وسبر طرق العلم ولا النتائج التي وصلوا إليها، كل ذلك أجنبي ظنوا أنهم يردون على الملاحدة والفلاسفة، لكنه استعملوا أسلوبهم كمثل مجرى يجري فيه ماء النجس، نشبهه كده بالمجاري، فقالوا احنا عايزين نقنع الناس اللي هم ماشيين في المجاري بان هم ايه، بان هم غلط، فمشيوا معاهم رجليهم حصل فيها ايه، تلطخت بالنجاسة. لا نسلم ان منهم من كان حسن القصد، لكن لو سلمنا فقد تنجس وحصلت مسائل لا تحصى من الانحراف عن النصوص بسبب ذلك، فلا شك أن هذا تكلف ما لا يعني. وكذلك السؤال عن المغيبات التي لم يطلعنا الله عز وجل عليها، كمثل قول السائل يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا متكلفا فأمر به فأخلف وما أراك إلا مبتدعا. فلذلك نقول هذه الأمور فضلا عن علوم كما ذكرنا مخترعة ابتداء في السلوك، يعني إضافة في العقيدة وفي العمل وفي أحوال القلوب، فابتدعوا في ذلك الكلام على المنازل والمقامات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
على طريقة المتصوفة، وبدأ هذا منذ القرن الثالث الهجري، وربما بدأت قبل ذلك بدايات، لكن انتشر ذلك وظل مستمرا، يعني بقاله 1150 كمان أو نحو ذلك، والأمة تعاني من أن ينسب الإحسان الذي هو أحد أركان الدين ينسب إلى هذه العلوم الفلسفية في الحقيقة المنحرفة في الطريقة، حتى صارت المقامات الشرعية يتهم من قام بها أنه من العوام، تحذيرا من قلة علمه فيما زعموا، واخترعوا مقامات بديلة. المقامات الشرعية مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص والافتقار إلى الله، وهي والله معاني مفهومة عظيمة الأهمية في حياة البشر، لكنهم أتوا بما لم يرد في كتاب ولا سنة، وأشد ذلك عندهم الفناء ووحدة الوجود والدهش والهيمان والسكر والجمع والفرق والبقاء والفناء والصحو والمحو، وكل هذه من أين أتوا بها؟ حتى جعلوا مقامات مثل التلبيس، وأن هذا مقام من المقامات العالية، أن الله يلبس على الناس، والرسل كذلك يلبسون، نعوذ بالله. وقع انحراف وصل إلى الكفر، كما وقع انحراف وصل إلى الكفر في علم الكلام. وأما في أمر العمل فكان تفريع المسائل التي لا يحتاج إليها والتقليد الأعمى الذي مهد إلى هدم يعني كثير من مسائل الدين، وأدى إلى أن يصبح الدين عند الناس كومة من الأقوال، يأخذ الإنسان أي شيء يريده منها وينتقي أطيبها دون رجوع إلى أصول الاستدلال والأدلة التي بنيت عليها، كما كان السلف يفعلون ويعلمون. يعني هما مش بيقولوا الأقوال وخلاص، ده هما دايما ما بيجيبش القول إلا بعد أن يبحث في الدليل، ولما يجي يعلم تلامذته يذكر له وجه الايه الدليل، تلامذة دول هما اللي هيبقوا علماء بعد ذلك. فلما وصلت يعني المسائل إلى هذه الكثرة، ورأى الناس أن يختاروا من أي مذهب كان ومن أي قول كان، صار الوصول إلى منابع الكتاب والسنة والإجماع والقياس شيئا لا يرغب فيه، وهذا ظل قرونا، أدى إلى أن يسهل على الأعداء حين احتلوا بلاد الإسلام أن يأتوا بكومة أخرى من الأقوال صارت هي القوانين الوضعية والفكرية والثقافية التي أرادوا أن تسير الأمة عليها، لأن الناس ابتعدوا عن النصوص. أشبه ذلك بمثل قصر عظيم منيف ظل الأعداء يرمونه بكل صخر وحجر حتى هدموه، فاجتمع في الكومة التي هدمت من الأحجار الأولى التي بني بها القصر ومن الأحجار التي هدم بها القصر التي كانت سببا لهدمه، فظن من أتى بعد ذلك أن هذه الكومة كلها هي هذا القصر، هي من الدين، يأخذ أي حاجة ويحطها في أي حتة ويبني بها أي بناء ويقول ده إيه الإسلام، هو ده الدين. فتناقض الناس وتناقض فهمهم للإسلام، ولم يجعل هناك
ما يعني مرجع يرجع الناس إليه ليعرفوا الحق من الباطل. فكان هذه الأمور من تكلف ما لا يعنينا كعلم الكلام والفلسفة والمنطق ومنازل التصوف المبتدعة، وكذلك كثرة التفريعات وكثرة السؤال بما لا يحدث ولا يحتاج إليه، كان سببا في ضرر الأمة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني. انتوا عارفين الإمام البخاري يعني في القرن الثاني فكان مبكرا جدا حصول الانحرافات، وبلا شك كان في هذا الزمن ظهر علم الكلام وأيضا انحرافات، بدايات انحرافات في السلوك. وبدايات للمذهبية والتقليد ليست كالتي صارت إليها الأمور بعد عدة قرون. قال: وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعى، يعني المسألة التي يريد الاستدلال عليها ويدعي الاستدلال عليها من الكراهة، وهو مصير منه، مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها. وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة، وقال في هذا باب: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وذكر حديثين، يعني حديث أنس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. هو الحديث التي ذكرها هنا، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يقول: فنزلت هذه الآية يقول: كان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية. وروى ابن أبي حاتم عن أنس قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، فجعلت ألتفت عن يمين وشمال، فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي. وروى الطبري عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ قال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: حذافة. فقام عمر فذكر كلامه وزاد فيه: وبالقرآن إماما، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. أين أنا ولا أين أبي؟ لا، أين أنا هنا، أين أنا؟ قال:
قال بالنار. قال وهذا شاهد جيد لحديث موسى بن أنس. هي الرواية في الاعتصام اللي احنا قريناها قال ايه اين مدخلي. قال اما ما روى الترمذي من حديث علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت، ثم قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فهذا لا ينافي حديث أبي هريرة لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين، ولعل مراجعتهم له في ذلك هي سبب غضبه. وقد روى أحمد من حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة نحو حديث علي، هو في كل عام، وروي من وجه آخر ضعيف وآخر منقطع ابن عباس. وجاء في سبب نزولها قول ثالث هو ما يدل عليه حديث ابن عباس في الباب عقب هذا، وهو أصح إسنادا. نحن قلنا له أين ناقتي وأين أبي، لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها، الله أعلم. وجاء في سبب نزولها قولان آخران، فأخرج الطبري عن ابن عباس أن المراد بالأشياء البحيرة والسائبة والوصيلة والسائبة، البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. وقال عكرمة فكان عكرمة يقول إنهم كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن ذلك. قال والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبا، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال نزلت في الذي سأل عن أبيه، وعن سعيد بن جبير في الذين سألوا عن البحيرة وغيرها، وعن مقسم فيما سأل الأمم أنبياءها عن الآيات. قلت وهذا الذي قاله محتمل، وكذا ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية قال نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين. ورجحه الموردي من حيث المعنى لوقوع قصة المائدة في السورة بعد ذلك، استبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه أو الحج، وهو إغفال منه لما في الصحيح. طبعا يعني قصة ان المائدة اصبحوا بها كافرين ده هذا لا لم يرد من حديث صحيح، لا في الآية ولا ان الحواريين كفروا، هذا لم يرد وليس صحيحا، بل الحواريين مؤمنون. حتى يعني هناك اقوال بان المائدة لم تنزل لانهم خافوا من الوعيد الذي ذكره الله، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لكن الصحيح أنها نزلت ولا ندري هل كفر منهم أحدا أم لا. دعاة النبي مستجابة ودعاء سيدنا عيسى. قال ورجح ابن المنير نزولها في النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، واستند إلى كثير مما أورده المصنف في باب ما يكره من كثرة السؤال في كتاب الاعتصام. قال لكن لا مانع من تعدد الأسباب، وما في الصحيح يا صح. وفي الحديث إثار الستر على المسلمين، وكراهة التشديد عليهم، وكراهة التنقيب عما لم يقع، وتكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على الفقه، والله أعلم. وإيه؟ تكلف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرن على التفقه. لا هو يقول المسائل التي لم تقع مش هي دي اللي انت محتاج تدريب عليها، انت محتاج تدريب على ايه؟ على المسائل القريبة الواقعات والقريبة منها، وليس ان انت تقعد تخترع المسائل الايه اللي هي نادرا ما تقع. يعني
قال: وسبق ترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن. طبعا إيه كثرة المسائل؟ عما كان زي الكلب كان اسمه إيه بتاع أهل الكهف، ولونه كان إيه، وأسامي أهل الكهف كانت إيه، ومكسم لوس ومكسم معرفش إيه، وحاجات عجيبة جدا ويقعدوا يختلفوا فيها. طبعا هنعرفها منين؟ يعني إيه الوجه الجزم بيها؟ ثم بعد ذلك ماذا سنستفيد من ذلك؟ والنملة كانت ذكر ولا أنثى اللي كلمت سليمان؟ قدتش عرفك. ها؟ قالت دي تأنيس بتقال على الذكر والأنثى في النمل. أنت عجب والله، دخلتنا في الموضوع بغير علم فعلا. دون المنافقين اللي استهزأوا بقى بيسألون استهزاء دون المنافقين. قال: وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن. وصنيع البخاري يقتضيه أنه فعلا من هذا النوع، يعني كثرة تفريع المسائل. والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده. وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، قالوا لا الكلام ده غلط، المسائل التي لم تقع يمكن أن نتكلم فيها إذا يعني إيه لأجل أن نعلم حكمها عند نزولها. هؤلاء الجماعة منهم القاضي أبو بكر بن العربي، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه. يعني مسألة هيكره ما فيها يسوءه الجواب، ومسائل النوازل ليست كذلك، ده مجرد يعني استيضاح في المسألة. يعني ناس مثلا ما حصل لهمش مثلا أن اقتحمت بلادهم لاغتصاب نسائهم، فبيسألهم هو احنا ينفع نجمع نسائنا ونقتلهم لو حصل كده؟ السؤال ده سؤال يمكن أن يقع قريبا في كثير من البلدان، فسؤالهم عن ذلك أمر مشروع ليعلموا أن ذلك لا يجوز مثلا، وأن حتى لو حدث ذلك فقد قال عز وجل: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقتل النفس وكذلك من تسأل وتقول لو أتوا لاغتصابها هل يجوز أن تقتل نفسها، فمثل هذا لا أيضا لا يمنع من السؤال عنه، لأن ذلك مما يعني يكون قريب الوقوع في كثير من الأحوال، فيكون الإنسان مستعدا بالجواب وعالما به إذا اقترب أو إذا كان يمكن حصوله. قال انتهى كلام العربي. وهو كما قال لأن ظاهرها ظاهر الأحاديث مع الآية اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، عشان كده احنا قلنا هذا التعليق حالا واحنا أثناء دراسة الأحاديث، أن يسأل عن أشياء لم تحرم أو أشياء لم توجب. فتحرم من أجل مسألته أو توجب من أجل مسألته، الكلام ده أنت غير وارد حاليا، خلاص الشرع اكتمل ولا يوجد تحريم ولا يعني إيجاب برأي الناس ولا سؤالهم، لكن هذا خاص بزمن الوحي. ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه. عشان كده الصحابة عملوا حاجات مما لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، زي صلاة التراويح والاجتماع عليها على قارئ واحد في المسجد في رمضان، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخرج خشية أن تفرض عليه. فلما زالت هذه المفسدة وحصلت المنفعة من اجتماع الناس على القراءة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يواظب خشية أن تفرض علينا، فعلها عمر رضي الله عنه، وكذلك جمع القرآن. قال
ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار وقال سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. هو هذا الباب قد يعاقب البعض بفهم خاطئ بسبب سلوكه الخاطئ. يعني عندما يشدد بعض الناس في التفريع حتى يصابوا بخطأ عندهم فيما إما اجتهدوا أو قلدوا، فيشق على نفسه غاية المشقة. لو ضربنا مثالا على من رجحوا أن جميع النجاسات تغسل سبعا بالماء والتراب، هو فضل يدور علشان يقول لك انا حقيس على الايه، على نجاسة الكلب. فهذا قد خطأ منه ليس في الشريعة، ولكن عوقب على امر لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقوله صلى الله عليه وسلم الا في الايه، الا في الكلب. فلذلك جعلوا ان لو واحد نقطة بول نزلت، مع انه خالف الأدلة، بلك نزلت على ثوبه يوم لازم يغسلها ايه، سبع مرات. طبعا ده كلام الحنابلة المتأخرين اللي هم عندهم المسائل ده، يعني عشان كده حتى اقول لك ده انت حنبلي عشان ايه، عشان التشديد في مسائل الطهارة، ونسأل الله العافية. وغير ذلك في مسائل يبقى مش حرمت، هو لازمه ذلك لانه يعني اعتقد انه الصواب اجتهادا او تقليدا، وحصل بسبب الخلل في طرق الاستنباط وغير ذلك مليء في المذاهب. ها؟ قصة البقرة. نعم. قصة البقرة في زمن التشريع. قصة البقرة بني اسرائيل كانت في زمن ان سيدنا موسى موجود. هنتكلم هل ممكن حاجة من الحاجات دي تحصل بعد كده؟ إن هو الناس يشقوا على أنفسهم ويفرعوا المسائل فيقادوا إلى أن يقع اجتهاد باطل منهم بالتجديد، وبعض الناس بيخش في الوسواس من شدة التدقيق. نعم، ترك الجماعة في الكورونا دي فعلا اجتهاد غير مسبوق، وشددوا على المسلمين وعذبوهم وعاقبوهم ظلما وعدوانا. أغلقوا المساجد. الله. وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وله شاهد من حديث سلمان أخرجه الترمذي، حديث حسن طبعا، وفيه إثبات السكوت لله عز وجل، لأن الله لم يزل متكلما إذا شاء. قال وآخر، له شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود، وقد أخرج مسلم أصله في البخاري كما تقدم في كتاب العلم من طريق ثابت بن عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية. العاقل طبعا، العاقل بلا شك. فيسأله ونحن نسمع، فذكر الحديث. ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وابتلي من سأل به بأن رأى ذلك في أهله. ولمسلم من عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خد حكم المهاجرين،
انت هتفضل ساكت ويأتيك العلم الذي تحتاجه. فهو يقول لا انا ما نويتش الهجرة، انا قاعد واستني ايه، هرجع بلدي تاني علشان يبقى حقه ان هو ايه يسأل. ده دليل على اثبات الاقامة اثناء السفر وليس الاستيطان كما يشترط بعض المشايخ في القصر. بيقول ما فيش حاجة تمنع القصر الا الايه الاستيطان، وده كلام غلط. بيقول اقمت، يقول اقمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، وطول السنة دي يصلي ازاي مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان البعض يعني تشدد في هذا الباب وأجاز ما لم يجزه أحد من العلماء من القصر سنين، لأنه ينوي أن يرجع إلى بلده ولو أقام عدة سنوات. هذا ليس صحيحا بلا شك، خلاف الأئمة الأربعة وخلاف الأدلة لغة وشرعا، لأن ذلك يعد إقامة. قال ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوافد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال لما نزلت يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال الآية كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا. دي شوية حلال يعني، أهدوه بردا. وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى عن البراء إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيم، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي قدومهم ليسألوا فيسمعوه فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة ونصوص القرآن، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يستفتونك في النساء، فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه، وده الصح لأن ما عندناش دليل على النسخ وفيش تاريخ. قال مما ولا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب هيجزئ عنه ولا لا عشان هو في الصحراء، فهيذبح القصب اللي هو البوص يعني. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا الظفرة والعظم، إلا السن والعظم، ليس الظفر وليس الظفر والسن، أما السن فعظم وأما الظفر فمودى الحبشة. هو محتاج. قال والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، ولأن الرسول أخبرهم ده هيحصل أنه سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها يقربون شر الناس. قال ما أفعل إن أدركني ذلك، والحاجة اللي هي قريبة كانوا بيسألوا فيها وبيجاوبهم. قال أطيعهم في طاعة الله وعصيهم في معصية الله. قال والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، لأن عشان إذا وقعت وقد تقع في أي وقت لأن الناس لا يعلمون يكون الإنسان على بينة. والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك، لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب. وقد عقد الإمام الدارمي في أول مسنده
لذلك بابا، وأورد عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة من ذلك في ذلك، منها عن ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، فإذا قيل فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون. وعن أبي بن كعب وعن عمار نحو ذلك. وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة مرفوعا، مراسيل لأنه يحيى لم يدرك أبا سلامة. ومن طريق طاووس عن معاذ رفعه، برضو طاووس لم يسمع من معاذ: لا تجعلوا بالبلية قبل نزولها، لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق، وإن عجلتم تشتتت بكم السبل، وهما مرسلان يقوي بعضهم بعضا. هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في قضية الأعراض، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم تلقائيا، لكن فعشان كذا كفوا ذلك. ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعا: لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل. يا رب سلم يا رب. قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين عشان نعرف أنواع العام. ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع ورود وصف الجمع، يعني بيجيب فرق مش الشرع اللي التفت إليه. أضرب لكم مثال، يعني يقول لك إيه إن الكلب يغسل سبعا ده في الإناء فقط، ليه؟ علشان هو ورد في الإناء. طب ما هو الثوب كالإناء، هذا لا فرق، لأن النجاسة دي مغلظة عشان ثوب ولا عشان إناء؟ عشان الإناء، عشان النجاسة ولدت عشان النجاسة. أقول لكم مما اختراع فروق لم يأتي مع يعني بها نص مع ورود وصف الجمع: الذهب المحلق، يعني الذهب بجميع أنواعه حلال للنساء حرام على الرجال، إلا مثلا ما كان لا يؤدى زكاته، أو دي الأوصاف اللي الشرع التفت ليها، هتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا، قال أسركم عن يسوركم الله بسورين من نار، هيقول لك لا ده عشان حلقة ولا كان مقطع. هذا لم يقله عالم قط عبر 14 قرنا، وهذا مما لا يوجد في الشريعة الالتفات إليه، يعني هذا مما لا يلتفت إليه في الشرع إنه مقطع ولا إيه ولا حلقة. وهذا الأمر لذلك قال القائل به غفر الله له وعفى عنه رحمه الله بهذه الزلة، من أن هذا الأمر إيه؟ لا هو الوصف الموجود، الوصف الجمع مع بقية الأنواع موجود، اللي هو زي قلنا الامتناع عن الزكاة سواء كان محلق ولا غير محلق، ووصف اللي هو ذكر فرق بين متماثلين فحرم ما لم يحرم في الشرع، ونسأل الله العافية. قال: أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، فهذا الذي ذمه السلف، قياس الطرد ده أسوأ أنواع القياس أو أضعف أنواع القياس ولا يعتد به. القياس الصحيح قياس الوصف المؤثر اللي بيسموه العلة، يعني أنا هقيس على حاجة هقول زكاة عروض التجارة
هي أموال في الحقيقة، تراد للانتفاع بها كأموال وتنمية المال. فإذا كانت البضائع هي الموجودة والمال السائل اللي هو الذهب والفضة والنقود قليل، هقول لا ده لم يرد فيه نص، دي بضائع. بضائع في النهاية هي ايه؟ أموال. انت عملت وصف طردي ان دي مش فلوس، دي عبارة عن ايه؟ بضائع، بس اسمها أموال. خذ من أموالهم، معانا كده؟ فعشان كده انت وصفت، جبت وصف طردي مش مؤثر ان دي شكلها ايه. زي يطلع الأوراق النقدية من الزكاة صح، وزيها والله فعلا، ان يقول ان الأوراق النقدية المعاصرة لا ربا فيها ولا زكاة. ليه؟ علشان هي ايه؟ ورق ولا ذهب ولا فضة، وانت عارف يقينا وان كل العقلاء عارفين انها هي الاثمان حاليا، ان الورق ده هو اللي الناس بتروح تشتري بيه وانه ثمن حقيقي. ها؟ قال هو ما فيش زكاة، اللي هيقول كده هنقول ده مع ان انت ما عندكش نص في الورق والدولار والجنيه، الا ان هذا من اجل القياس، من اجل القياس الذي لا يمكن ان يشك في وجوب الزكوات على اصحاب الاموال اللي ارصدها بالمليارات وهم ايه؟ ما عندهمش ذهب وفضه. قال وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه هلك المتنطعون، اخرجه مسلم، فراوا ان فيه تضيع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الاكثار من التفريع على مسائل لا اصل لها في الكتاب والسنه ولا الاجماع، وهي نادره الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها اولى، ولا سيما ان لزم من ذلك اغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. يا سلام، كلام والله غايه في الاهميه. عايز انت تعرف كده، خش في كتب الفروع الكثيره، ستجد مسائل من الابواب اللي غلبتني في المغني، العدد في الطلاق، وايه 100 الا واحده، وثلاثه انت طالق مش عارف 200، وايه، ويقعد يفرع عليها مسائل فعلا. والناس اصلا مشكله عندهم في ايه؟ في عليها الطلاق، مش كده؟ الناس عندهم مشكله ان عملت كده تبقى طالق. هذه مسائل اللي هي محتاجه بحث في الادله، عشان كده ابن تيميه رحمه الله، ابن القيم كسبوا هذه المساله، ان هم حققوها كويس وجابوها، لغايه ما كل مراكز الفتوى دلوقتي بتفتي بخلاف المذاهب الاربعه في ابن تيميه، مش زي مساله الحيض طبعا. طلاق في الحيض واقع، ده نص. قال واشد من ذلك في كثره السؤال البحث عن امور مغيبه، ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها. يعني سنة كام هتحصل الملحمة الكبرى؟ سنة كام هتخرب المدينة وتعمر يعمر بيت المقدس؟ وهيحصل في الأيام الجاية. جهل، جبت منين الأيام الجاية؟ يمكن قدامنا 200 300 سنة 1000 سنة ممكن، لكن أنت توحي للناس بأن الأحداث بتاعت فلسطين وغزة هيعقبها إيه؟ عمران بيت المقدس وخراب يثرب. وفسرت خراب يثرب من دماغك، ان خراب يثرب معناها ايه؟ ان هيبقى فيها ناس مش متدينين. ده هو الحديث اللي فيه الملاحم الكبرى، ان يخرج جيش من المدينة عشان لملاقات، يبقى كلهم المجاهدين اللي خرجوا، وبقت يثرب قليلة السكان نتيجة خروج الايه؟ المجاهدين. وليس ان انت تفكر بدماغك كده الخراب معناها الناس مش متدينة. تكون فيها سباع عشان ما فيش ناس. والسباع دي اصلا في حديث تاني. حديث ان المدينة تكون فيها السباع ده بعد ذلك. وبعدين واحد يقول لك لا 2024 هيحصل حاجة، 2013 هيحصل حاجة. وكأن الارقام دي انتوا جبتوها، دي هي ارقام بتاع ده ميلادية مالهاش دعوة بيها، ولا الاهل العلم عمرهم اتعلموا اتكلموا فيها. والله حاجات عجيبة والله. ويا ما قالوا السفياني هو صدام حسين، وهيحصل بعد كده ما واحد تاني قال لي فين كتب. ومن قال
ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح كيفيتها يعني وعن مدة هذه الأمة. ناس ألفت كتب، السيوطي ألف كتاب في مسألة إيه عمر الأمة ومتوقع إن هو 1350 وخلاص. سبحان الله، راح يقول ده حد عالم يوصل للدرجة دي إزاي؟ أدينا داخلين على 1450 وليس هناك من أشراط الساعة الكبرى ما يدل على قرب هذه الأمور، فضلا ان انت تقول لا علشان حروف حساب الجمل والحروف كل حرف بكذا والأمة دي ويتكلف في فهم الحديث بتاع يعملون من العصر إلى المغرب تكلف إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. سبها كان يجب أن يرد الإمام الطبري حساب الجمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.